السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم. بدي أنبه للعنوان حتى فقط يجتمع الناس على البث المباشر. إذا انتبهتوا العنوان هو أيتها الأمهات أيها الآباء احذروا الدلال الزائد، فإنه أحد أهم أسباب الإلحاد والكفر لدى أولادكم، خاصة في مراحل المراهقة وما يعني يتبعها. طيب، أنا بداية أحتاج للتأكد أنه البث واصل والصوت مسموع، فإذا تكرمتم علي أحتاج لشخصين أو ثلاثة بشكل سريع فقط يؤكدون لي أنه صوتي مسموع. بدي أوصل فكرة واحدة فقط. موضوعي هو علاقة الدلال الزائد من الآباء والأمهات، ومن الأمهات تخصيصا. إيش الرابط بين الدلال الزائد وبين الإلحاد؟ تخيلوا، أو صورة من صور ما يظن أنه إلحاد لكنه كفر وخروج من الملة. محتاج فقط حدا يأكد لي، لأنه أنا عندي مشكلة شو اسمه الداتا تبعت الموبايل، بدي أتأكد أنه الصوت مسموع، ما في مشكلة. ممتاز، شكرا شكرا للأخ الكريم أبو بألا ومونتي. تمام، مشكلة، تمام، الله يجزيك الخير، حياكم الله يا أحبة. الفكرة بشكل ملخص، من خلال اطلاعي وقراءتي وسماعي ومناقشتي وحواري وقراءتي لأبحاث ومتابعتي لكتب وسماعي لفيديوهات ونقاشي مع مهتمين في الموضوع، واحدة من عشرات الأسباب التي تؤدي بابنك أو بنتك، وابنك تخصيصا، وأكثر ناس بدي أخاطب فيهم هذا الأمهات أكثر من الأباء، لأنه غالبا الدلال الزائد يأتي من الأم مش من الأب. يعني الأب بطبعه فيه شدة، احنا محتاج الآباء شوي يخففوا. الأمهات من كتر ما هم حنونات وعاطفيات، والله يجزيهم الخير ويبارك فيهم، وهذا أصلا مطلوب ومحتاجينه، لكن عدم الانتباه وين الحد اللي أعطي الدلال الطبيعي، أعطي الحنية الطبيعية ومقابل الزائد المفرط. وهلأ بشرح صوره كيف يؤدي هذا في مرحلة ما. عم بحكي على دراسات أنا الآن، دلال الزائد يؤدي إلى الإلحاد. طب بس خليني أنا أوضح فكرة، لما أحكي كلمة إلحاد ما عم بتحدث فقط عن الشخص، إنه ابنك إذا كان دلال مدلل رح يوصل لمرحلة إنه ينكر وجود الإله، لا، لأنه كلمة إلحاد بالمعنى المصطلح الآن اللي بنستخدمه هو إنكار وجود الإله، الرفض التام لعالم الغيب شامل وجود الإله، هذا الإلحاد. الآن في صورتين من الصور اللي مشهور على أنهم يسموا ملحدين، هم مش ملحدين بالمعنى الاصطلاحي، يعني ليسوا منكرين لوجود الله، لكنهم دخلوا في الكفر يقينا. بالإنجليزي بسموه المالثيزم والميزوثيزم. طبعا واللي حكى بهذا الموضوع افضل مني المهندس فاضل سليمان، الله يجزيه الخير. مالثيزم وميزوثيزم، واحده منهم معناها كره الاله، ماشي، واحده منهم معناها الاعتقاد بان الاله شرير. ركزوا معي، بيصل الولد او البنت وغالبا الاولاد لمرحله بصير في عنده قناعه انه هذا الاله شرير، او عنده قناعه احساس ببغض هذا الاله. في اسباب عديده، منها المصائب، ومنها مشكلة الشر، ومنها الكوارث، ومنها المرض، ومنها المصائب اللي بتصير على مستوى الأمة زي اللي عم بيصير بسوريا والعراق ومصر، في أسباب عديدة. أنا اليوم بهذا الفيديو فقط 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 بدي أحكي عن ظاهرة واحدة فقط من ضمن 30 سبب، سبب واحد اللي هو الدلال الزائد. فالآن انتبهوا لي، كلمة إلحاد تعني إنكار وجود الإله. في صورتين بنسميهم ملحدين بالمجتمع، مش ملحدين هم بالمعنى الإنكار، لكنهم دخلوا بالكفر، فكلهم اشتركوا بعالم الكفر. سواء سميته كافر ولا ملحد، هو خرج من الملة. وهنا الخطورة، اللي هو بغض الإله أو الاعتقاد بأن الإله شرير. نرجع لورا الأسباب الدلال، شو اللي بيصير؟ تفسير وتحليل الظاهرة. الأب والأم من باب الحب، رائع، أصلهم مفطورين على الحب، بيعملوا دلال زائد. الدلال الزائد من 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 صور وتطبيقاته انه الولد ما بيضغطوا عليه، ما بيطلبوا منه يلتزم باي شيء خارج حدود شهواته الطبيعيه ولعبه واكله ومتعته، ما بيتحمل مسؤوليه اي شيء يعطى له، ولا بيتحمل مسؤوليه اي
شيء بينطلب منه أو يعاقب على تقصيره أو على إذايته أو 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 إلى آخره. فبالتالي هو دائما عمل إشي غلط، معلش معلش حبيبي، وبتعبط وبنباس وكذا. إذا بكي لطلب أي إشي يعطى، إذا بده يأخذ أي إشي من أي أحد من أقرانه من إخواته من أكبر منه أصغر منه، أعطوه، لا تبكوه، لا تزعلوه، دلال 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 دلال، بمعنى رغباته محققة، شهواته مستجاب لها، ضيقه وزعله يحل كل شيء لأجله ما يزعل، لأجله ما يتضايق. هذا إيش اسمه؟ الدلال الزائد، يعني إشي أوفر، كثير أوفر بكم. اللي بتعود على هذا النمط من الدلال، لأنه في إشي اسمه بعض الأحيان التزام بالقوانين، خلص يلا روحوا ناموا، روحوا ناموا، أنا بديش أنام. لا حبيبي بدك تنام، طب الكل بده ينام، أنا حر، أنا هلا بدي أسمع ألعب باللعبة وأزعج كل إخواني. طب بدنا ننام يا ماما يا بابا، بدنا ننام، هو بدي يلعب، اتركوه خليه على راحته. طب عم بزعجنا، خليه على راحته. فلما يتعود إنه رغباته شهواته حاجاته النفسية فطرية كلها ملباء 24 ساعة، وأي اعتراض من ممارسته لحقه اللي فيه اعتداء على حقوق الآخرين، بتدخل القوة الكبرى في البيت اللي هو بابا أو ماما، وغالبا ماما، والكل هص اسكت اتركه خليه، تتدخلوش فيه، تعملوش بابا 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 إلى آخره. بتعود، تخيلوا اتعود على هذا النمط من التعامل، فهو اللي بده إياه بيمشي، لما يبكي بتحقق، فبالتالي ما في تحديات في حياته، فبالتالي ما في صعوبات في حياته، فبالتالي ما في عوائق أمام رغباته. إن تعود على هذا النمط، بدي أفترض بلش يوعى ويحس على 3 سنين 4 سنين، لا صار 13 14 15، وهذا النمط الحياة. طيب كبر، دخل في الحياة الواقعية أكثر، صار يعاني من إشكاليات وتحديات، ماما مش راح تضل 24 ساعة فوق رأسه، هص واسكت وتضرب ألف لا على إيده وتسكته. مجرد ما صار 10 11 12، يطلع على الشارع يلعب، صار في كذا، هذا بيستهزئ فيه، هذا ممكن يضربه، ممكن whatever. طيب أعطيكم الأمثلة على سبيل المثال، دخل في الحياة الحقيقية الآن، رسب في الصف كاملا، رسب بالثانوية، ضيق ازعاج جدا، هو متعود دائما في حدا غيره بياخذ المسؤوليه، او دائما المسؤوليه تلقى على شخص اخر، هو ما له دخل، هو معصوم مدلل، ما هو ما بيطلع منه غلط، ودائما في غيره بيتحمل المسؤوليه ورغباته تلبى. طيب بالحياه العمليه لما كبر، رغباته لا تلبى بسهوله، وغالبا لا تلبى، واثنين ما حد بتحمل المسؤولية عنه، بطبطب عليه بيقول له لا 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 مش انت، وانت يا علي حبيبي، وما لك دخل، الحق على فلان والحق، لا لا ما حدش بيعمل له هذا الدور. طيب فعنده مشكلتين، انه رغباته لا تلبى، يا سلام تخيل والله انا حاب انجح، طب انت ما درستش، بس انا حاب انجح، حبيبي مش رح تنجح، رح ترسب، وعلى راسك رح تنطس، رح ترسب. طيب اثنين، خرب شغلة معينة نتيجة اني ما اجيت على الوقت كذا إلى آخره، بده يتبهدل، بده ينطرد، بده ينخصم من راتبه، فبصير عنده الضيق والزعل، هو متعود حدا ثاني يحمل مسؤولية، متعود العوائق تزال بعامل خارجي، ما في تحمل مسؤولية. ببلش هنا، الآن هنا النقطة، ببلش هذا الإنسان يدور على شماعة يعلق عليها المشاكل، إنه هو مش مسؤول، هو مدلل، خلاص هو ما لهش دخل، حق على مين؟ طبعا ويربي عنده صورة من صور النفاق، ديروا بالكم، هو طبعا عنده ضعف، المدلل ضعيف، بيقدرش يقول لمدير المدرسة انت الغلطان، بخاف منه لانه جبان، بيقدرش يقول للولد الاكبر منه الحق عليك انت كذا، خايف منه، جبان، بيدور على النقطة الاضعف مع عدم وجود التربية الايمانية. شو النقطة الاضعف؟ القضاء والقدر، ربنا اللي قدر، ربنا اللي شاء، الحق على الله، الله اللي قدر، مش الله اللي قدر، الحق على الله معناته. فشوي شوي بتتبلش بذور، انه مين النسبة الى النقطة الاضعف، الغيب، لانه بيخاف من المدير، بيخاف من المدرسة، بيخاف من الولد الكبير، بيخاف من العم الكبير، بيخاف كذا، فبروح على النقطة الاضعف، بصير تبلش بذور شوي 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 شوي، الغائب عنه هو الله سبحانه وتعالى، القضاء القدر، ربنا قدر، ربنا، شوي 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 بصير في عنده حقد على هذا الاله، تربى غلط وتفهم غلط وتدلل غلط وألقى المسؤولية على جهة الخطأ اللي هو الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ فهذا واحدة من صوره، بيصل إلى مرحلة بغض الإله أو الاعتقاد بأن الإله شرير، ليش خلى هذا يصير؟ ولك هي مش هيك، في عندك قوانين مسؤولية، في عندك أنت ما درستش، هو لا، ما بده ينحكى له أنت ما درست تتحمل مسؤولية الرسوب، ما بده ينحكى له، بده ينحكى له أنت يا علي حبيبي وعيني ورائع وملائكة وممتاز، هيك أمه عودته، هيك أبوه عوده وعودها، دلال دلال دلال، ما بده يسمع إلا هذا الحكي، خلص بلوك، ما بده غير هيك. طيب صارت المشكلة، رسبت، طردوني،
ما نجحتش ما زبطتش إلى آخره. لازم جهة يتعلق شماعة فبصير يعلق على الغيب، بيعلق على ربنا، بيعلق على الأسباب الخارجية، بيعلق على الأسباب الخرافية ما له علاقة فيها، والكل غلطان والكل ضدي والكل كذا. شوي 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 يدخل في المالثيزم أو الميزوثيزم اللي هو هذا الإله شرير أو بغض الإله، وبوصل بعض الأحيان لمرحلة مشان الناس لما تلومه وإنتوا ما بيصيروا غلط دنيا غالم، بوصل لقمة مرحلة الكفر اللي هو إنكار وجود الإله، بده يريح حاله من كل هالكذا إلى آخره، فبيدخل بالإلحاد. أقول لك أنا هيك بدي أعيش حياتي، وبدي أسوي اللي بده إياه، وما في إله، والحياة ما بده تتدخلوش فيه إلى آخره. فما بين ما بين الاعتقاد بالإله شرير أو بغض هذا الإله أو إنكار وجود إله، هذه كلها حزمة، كلها طبعا كفر، خلص خرج من الملة بغض النظر من هاي البوابة ومن هاي البوابة ومن هاي البوابة. لكن أنا بدي إياكم تعرفوا يا أباء ويا أمهات ويا أمهات تخصيصا، طبعا أحكي الأمهات تخصيصا لا يعني أنا عم بنفي الآباء، بس عم بقول الواقع بنشوفه غالبا هذا النوع من الدلال غالبا غالبا يأتي من الأم مش من الأب. مش معناته الآباء اللي عم يسمعوني الآن ملكمش دخل، يعني أنا عم بحكي على اللي بيدلل بس، سواء أب ولا أم، إياك أن تجرم في حق ابنك. ابنك بده يتحمل مسؤوليته، لما ينحكى له تعال أقعد على وقت الأكل بده يجي يقعد، مش بروح بطبخ له بسخن له لما هو بده حاط رجل على رجل يخلص اللعبة. وقت الأكل وقت الأكل. لما ينحكى له روح نام ولا تزعج إخوانك بده يروح، بده يتعود يروح ينام. لما ينحكى له إذا ما عملت كذا كذا ولا الكل بتنحرم من الهدية بتنحرم من الكذا، بده يطبق عليه، مش إذا بكي مباشرة بلبي له كل اللي بده إياه. لما الأسباب اللي حكيتها بده يتعود في إيش اسمه تحمل مسؤولية. وديروا بالكم الطفل المدلل اللي دللتيه أو اللي دللته بالذات الذكر ماشي ما بتحمل مسؤولية زواج. أنا أبشرك يا أم إذا ناوي تضلك تدلل ابنك بالطريقة المرضية، اعلمي أنه لن ثم لن ثم لن، وأتحدى وأسأل الله أن أكون غلطان، لن ينجح في حياته الزوجية. هذا إذا تزوج أصلا، وإذا تزوج بيته رح ينخرب من قبل ما يبلش. ليش؟ ما بتحمل مسؤولية. أهم عنصر في نجاح العلاقة الزوجية تحمل المسؤولية، تحمل مسؤولية من الزوج والزوجة ومن الزوج. ما هي القوامة؟ قوامة إيش هي؟ ليش أعطي قوامة للرجل؟ تحمل مسؤولية. مسؤولية إيش؟ مسؤولية يشتغل مشان ينفق، مسؤولية يتحمل المشاكل اللي بتصير في البيت، مسؤولية يروح يناطح ويدافع ويناقش ويحاور ويربي، كلها تحمل، استعداد لتحمل المسؤولية ثم القيام العملي بتحمل المسؤولية. المدلل بيعرفش إشي اسمه تحمل مسؤولية، ولا إنه ياخذ على نفسه اني انا مقصر وانا غلطان، مش موجوده في حياته اصلا. فاعلمي يا ام واعلم يا اب، اذا بتدلل ابنك بتدلل ابنك، فانت انت مسؤوله عن انه ابنك لن ينجح في زواجه، غير يضل يصير يتشكون ويتدلل ويضل كل شوي كذا ويحط، راح يدور على اسباب اخرى وراح يجنن حياتكم. ما بتحمل، ومرته تصير تشكيلكم، يا خالته يا عمته عمل سوى جارنا كذا الى اخره، كل شيء انا بالوجه. فمطلوب من مرته تصير هي المره والزلمه. بعد شوي بتصير هو بيرضى بالدور طبعا، قال هو بدوش يتحمل مسؤوليه، فهي بتصير المره والزلمه والعم والخال والدنيا وعالم. بعد شوي طيب بدها تقوم بالدور، لانه بدها تقوم بالدور شو اللي بده يصير؟ بدها تصير تصنف من قبل الحمايه اللي هي حضرتك ايش؟ انها متحكمه. لا يا اختي، معلش، هي مش متحكمه، ابنك مدلع فما بتحمل مسؤوليه، فاضطرت الام تدخل على الخط اللي هي زوجته وتمسك كل شيء لانه البيت عم بفلت. هذا عم بحكي انا على الصوره من الصور، ديروا بالكم انا الان ما عم بغطي كل شيء، عم بحكي فقط لانه هذا فيديو قصير مشان الناس تستفيد منه. انا موضوعي هو خلاصته، هي خلصته خلاص، وصلت الفكره. احذر من الدلال الزائد اللي هو احد اسباب الالحاد وأحد أسباب الرئيسية لدمار أي مشروع زواج من هذا الولد أو من هذا البنت. طبعا برضو البنت اللي بتدلل بتحمل مسؤولية تعمل نفس الكوارث نفس المشاكل ونفس الكذب، رح تحمل مسؤولية، لكن خطرها على الولد أكبر بكثير. لأنه فكرة تحمل المسؤولية بالذات في الإنفاق ماذا يعني؟ يعني بدي أطلع برا وبدي أدور على شغل وشغلين وثلاثة، وبدي أسهر وبدي أتحمل نكد المدراء والمديرين، بدي أتحمل البرد والحر وش، لأنه هو أهم نقطة في تحمل المسؤولية كسب لقمة العيش، أهم نقطة، هذا الأساس، هاي المظلة اللي تحتيها ندخل في تفصيلات أخرى الآن. تخيل واحد مش راضي يقبل فكرة أنه يطلع يناطح ويشتغل ويجيب فلوس لأنه مدلل، طب هذا كيف تفتح بيت؟ هذا مستحيل أصلا، ما هو أساس فتح البيت ومتحمل النفقة، بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من استطاع منكم الباءة، شو الباءة؟ الإنفاق، فليتزوج. طب لم يستطع قال فليصم. طب عنده الشهوة والحاجة العاطفية والجنسية يصوم،
لأنه مش قادر ينفق، لأنه إنفاق أساسي. في إنفاق الآن انفتح البيت، طيب تحتيه الآن يلا هذا ما هو القدرة على الكسب هي من صور تحمل المسؤولية، وتحتيها تحمل مسؤولية الخلافات الزوجية، تحمل مسؤولية مجاملة بيت الإحمى، تحمل مسؤولية التربية، تحمل مسؤولية الصبر على بعض الطباع الصعبة من الزوجة، من الإبن، من الإبنة، من العم، من الخال، كلها في تحمل مسؤولية، القدرة على تحمل المسؤولية. عن أي مرحلة عم بحكي؟ من يوم ما الطفل ينولد الدلال، طبعا من يوم ما يعي إيش عم تعمل معاه، طبعا والطفل وهو عم برضع يعي، ما بيصير الطفل أول ما يبكي يتحقق كله بده إياه، ديروا بالكم التربية بتبلش من أول لحظة. حتى بعض الناس بيقول لك التربية بتبلش من هو بطن أمه، لكن خلينا نكون منطقيين، من يوم ما يجي تعويد، هي تعويد، ما فيها فيش أول ما يبكي كل شيء بتحقق، ما بزبطش. على كل حال الله يجزيكم الخير، أنا الآن بالمعنى الدقيق الدقيق التفصيلي 6 سنين و4 سنين و7 سنين، هنا ادخلوا على تربويين، روحوا اسمعوا التفاصيل بالدقة هاي من الدكتور مصطفى أبو سعد. أنا عم بعطيكم الفكرة بعامة، أنا قناعتي ورأيي من 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 الطفل من هو صغير جدا. طبعا تزداد الموضوع لما يعي الآن 2 و3، هلا الآن طفل بين 2 و3 بمسك الموبايل بكون عماله بلعب، أول ما تشيله منه تعطيه بسكوت، هو مستوعب انه لما يصيح بمسك الموبايل بسكوت، اخذتي منه الموبايل البيت كله بتحول لجهنم. طيب معناته ايش؟ مستعبدنا، متحكم فينا، هي مو مستوعب. فبالتالي الله يجزيكم خير، البث محفوظ، الحب يشوفه، ساعدوني في ايصاله لاكبر عدد من الناس. خلاصته الله يكرمكم ويجزيكم الخير، البث عنوانه احذري ايتها الام، احذر ايها الاب، انه الدلال الزائد من اسباب الدخول في الالحاد، وعرفنا انه الالحاد هو انكار وجود الاله، في تحتيه صورتين الناس مش متعودين عليها، اللي هو بغض الاله والاعتقاد ان الاله شرير، اللي هو كفر، ليس الحادا من المعنى الاصطلاحي لكنه خرج من المله. سبب الوصول الى بغض الاله وكره الاله والاعتقاد ان الاله شرير، انه انا بكون ربيت ابني على الدلال الزائد انه كل طلباته متحققة وما بتحمل مسؤوليات في حياته، فلما يكبر ويواجه الحياة طلباته لا تحقق وما بتحمل مسؤولية، فبينصدم بالواقع، بدور على اضعف نقطة يحملها مسؤولية، لانه ما بيكون جبان وما بيقدر يحمل المسؤولية للاشخاص اللي امامه، لانه ما بيقدر على مواجهتهم، فبيلقي اللوم على الله سبحانه وتعالى. شوي 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 بتتطور عنده، هذا الاله الشرير اللي حق عليه، هذا الاله هو اللي عمل لي، هو اللي سوى لي، هو اللي الاخري، تتطور عنده الى بغض وحقد على الإله، أو حتى إنكاره، بده يصير بس بيستمتع بشهواته، وتتطور هاي زدتها على الموضوع إنه إذا أراد أن يتزوج فهو يقينا مشروع زواج فاشل، والله يكون بعونها اللي بتتزوج هيك واحد. لذلك ديروا بالكم يا أخوات، نصيحة، لما يتقدم لك واحد، واحدة من الأسئلة اللي بدك تدوري عليها وتسألي، لما تسأله إحنا بعرفنا بتعرفه، لما يتقدم شخص بدك تسأل، حتى لو انه متدين، وحتى لو انه بيصلي، وحتى لو انه لا بدي تدخلوا على التربية النفسية، اذا قدرتوا توصلوا لمعلومة امه ربته على الدلال الزائد ولا لا، توصلوا لناس من الاقرباء، اذا عرفتوا انه مربى على الدلال الزائد منذ نعومة اظفاره، اياك ان تقبلي به زوجا، نصيحة لوجه الله تعالى. على كل حال ان شاء الله ما نكون قطعنا نصيب حدا، احنا ما لنا الا النصيحة، الله يجزيكم خير وبارك فيكم. اذا في اشياء ممكن اجاوبها من الاسئلة راح اجاوب. طبعا يا اخوة يا اخوات، ارجوكم تساعدوني بفكرة، كل ما اطلع بالبث في بعض الاخوة والاخوات بيقولوا لي محتاجين جدا جدا نتواصل معك شخصي. يا اخوة يا اخوات، انا اعيش في كندا واتعامل مع جالية مسلمة ضخمة، عندي خطب باللغة العربية والإنجليزية في عدة أماكن، وعندي محاضرات على مستوى كندا، وعندي استشارات عائلية وبالذات في مجال الإصلاح الزوجي، وعندي مؤتمرات، وعندي التزامات بالكاد، خلال 24 ساعة أجد وقت للنوم. فأنتوا تخيلوا عم بتعامل مع آلاف وعندي التزامات بالعشرات بالكاد عم بلاقي. فالآن صفحتي في عليها حوالي 2,600,000. لو 5 كل يوم أو 1 أو 10 طلبوا مني يتواصلوا بشكل شخصي، والخبرة علمتني أي حدا بتواصل معه ما بطلع بالتزام بأقل من 2 ساعة ما بين سؤال ومشكلة، والله يكون بعون كل الناس، من وين بدي أجيب 10 ساعات زائدة كل يوم أستجيب للي بطلبوا مني؟ ما في، وأنا ما في وراي لا دولة ولا جمعية ولا حزب
ولا شركة ولا مؤسسة، أنا أعيش لوحدي وعندي أنا عبارة عن مدرس ومحاضر وإلى آخره، لا عندي متطوعين يشتغلوا معي ولا عندي موظفين أوكلهم يجمعوا كل هالإشكاليات وأجاوب عليها، ما عندي. فبالتالي لا أستطيع، هيني بقول ما بقدر أستجيب، ليس والعياذ بالله تقصيرا ولا والعياذ بالله تكبرا، لكن إذا حدا بقدر بالرياضيات يلاقي لي معادلة كيف إنسان مشغول باليوم بين 8 و 12 ساعة بشكل متواصل بالكاد يستطيع أن ينام، بيقدر يستجيب لمئة شخص باليوم في العالم عبر السوشيال ميديا يجاوب على مشاكلهم. إذا في بالرياضيات طريقة إنك تقدر تستجيب، أقول لك بديش 100 10، وكل واحد بده نص ساعة 5 ساعات، مين فيكو مو ملاقي وقت ينام بيقدر يلاقي فراغ 5 ساعات مع طاقة جسدية ونفسية ووقتية مع فرق الأوقات إنه يستجيب للناس. إذا في طريقة بالرياضيات تنحل لاقودي. مشان هيك أرجوكم كل اللي عم تسمعوني اعتبروا نفسكم أعطيتكم وكالة عامة، كل ما أخ أو أخت الله يجزيهم خير يدخل على اللايف يقول لي الرجاء بحاجة للتواصل معك بشكل ضروري، واحد فيكم يدخل يجاوبه أو يجاوبها، يقول له الدكتور أعلن عدة مرات أنه يعتذر بكل أدب بكل لطف لعدم استطاعته بسبب أن أعداد الذين يطالبون التواصل معه بالمئات وهو لا يوجد عنده وقت بسبب انشغاله الشديد. نقطة، الرجاء جاوبوني، مش حابب أكسر بخاطر حدا، لكن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، واحد ماسك بطيختين بإيده، جيت قلت له تعال امسك كمان 4 بطيخات، كيف تمسكهم؟ ما لا يستطيع. جزاكم الله خير، سامحونا وبارك الله فيكم. أكمل إذا في أشياء على اللي حكيته. مريم بتقول التربية تبدأ منذ أيام الطفل الأولى، تنظيم مواعيد النوم والرضاعة واللعب. نعم 100%، شكرا أخت مريم. أخ محمد هل الأطفال أقل من 6 سنوات معنيون؟ 100%، أخي من يوم ما ننولد معني. طيب إذا في إشي أجاوب عليه على موضوعي. الله يجزيكم الخير، شكرا للجميع طبعا على كلماتكم اللطيفة ودعواتكم، الله يكرمكم ويبارك فيكم. عم بحاول أدور من ضمن الملحوظات إذا في إشي له علاقة باللي حكيته أجاوب عليه إذا أني بعرف طبعا. طيب طيب طيب، شكرا أخت نورة الله يكرمك. مريم بتقول بيبين من طريقة حكي الأم عن ابنها، هاي عم بديلكم لما قلت لكم ديري بالك إذا تقدم لك شخص يخطب يطلب إيدك وعرفتي إنه مدلل ها وتربايته سألته عنه بالدلال احذري، لأنه هذا راح يغلبك، هذا ما بتحمل مسؤولية. الزوج إذا ما تحمل مسؤولية البيت دمار، أو أنت راح تتحولي لرجل أمرأة وتضطر تطلع عن أنوثتك وتصيري المرأة المستبجلة غصب عنك، لأنه البيت مش راح يمشي، مش بيت. وللأسف هذا إحدى الكوارث بتصير مجتمعاتنا طبعا. وأنا برجع بقول صح، أنا بوجه للأب والأم، بس غالبا الدلال المفسد يأتي من الأم. يا جماعة إذا أنا اطلعت على بعض المشاكل، ابن بيكون عم بتعاطى مخدرات، تخيلوا بتعاطى، والأم والأب بيكون مش عارف والأم عارفة، طب لحد الآن عارفة، حبل الأب من خايفة على ابنها ينحبس، خايفة على ابنها يتعالج، خايفة عنده ينفضح، والابن عرف هاي الشغلة، عم بحكي لكم وقائع يعني طلعنا عليها، لوي إيد أمه، غير عن إنه بتعاطى وغير عن إنه وقح وغير عن إنه سقع وبارد وجه، بضغط عليها بالفلوس مشان يروح يتعاطى، فبتدبر له فلوس بهينها وصار يسرق منها، ومع ذلك بتطبطب عليه من بابي علي يا حبيبي، ما بدك تمزع شعرك. هذا قلب الأم اللي فيه حنية، هذا السايد إفكس، خلينا نحكي الجانب الكارثي من حنية وقلب الأم اللي بسبب ظاهر ما زعمه إنه هي من باب الحنية، لا هي أنت عم بتدمريه وعم تقتليه، تخيلي بتطبطب عليه وبتخبرش عنه وبتعطيه فلوس وبيضلوا على الموضوع، لا يوصل لمرحلة جرعة زائدة يموت بجرعة زائدة، أو لا سمح الله وهو متعاطي يروح يتحرش بأخته ولا بحدا من محارمه وتصير الكارثة الفضيحة 10 أضعاف مش الأولى. فمين اللي بيعمل هذا الحكي؟ في الأغلب الأم، بقى بدنا ندير بالنا. شكرا أخ محمد حمزة، الله يجزيك أخ لؤي، شكرا يا نورة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. أنا عم بحاول سامحوني، أي إشي ما له علاقة بموضوعي عم بتجاوزه. في شخص بيقول لي اعمل فريق، كأني قرأت كلمة اعمل فريق ما كملتها. يا أخي ما بدي أعمل فريق، ما بدي أشرف عليه، ما بدي أتابعه، ما بدي أعطيهم توجيهات، ما عندي وقت، ما عندي. إحنا مضطرين الله يكرمكم، يعني أنا واحد من الناس زي غيري، أنا بشتغل وعشرات الساعات مشان الرزق، بدك تدفع فواتيرك، يعني عندي شغل عندي عمل طبعا. انا عملي هو اصلا انا بجلس
عشرات الساعات مع الجالية اللي حواليه لإصلاح المشاكل الأسرية والتربوية. بيجونا ناس مع أولادهم عندهم مشكلة شذوذ، بيجونا مع أولادهم عندهم مشاكل إلحادية، أزواج وزوجات بيختلفين مع بعض وبيتهم عم بتدمر. ساعات أقل حالة بجلس معها ساعتين، يعني لحد الآن أنا حصرت الحالات اللي بقعد معها، الأفرج عندي بين 7 و11 ساعة للحالة. أقل حالة شكت لي قعدت معها ساعتين، أعلاها 17 ساعة، 7 جلسات 6 جلسات، كل جلسة ساعتين 3 ساعات. فأنا أفرج الحالات اللي بقعد معها للإصلاح الأسري أو الزوجي من 7 ل11 ساعة، وصلت ل 17 والحد الأدنى ساعتين. فبالتالي هؤلاء الناس اللي حولي، أنا الجالية اللي حولي بعشرات الآلاف. فواحد بيقول لي اعمل فريق، طيب ممتاز، عمل الفريق، التواصل مع الفريق، توجيهات للفريق، مساعدة الفريق، اجتماع يومي مع الفريق، مش قادر أكل. الأخت أسماء، إيش أقصى حد ممكن طفل يستخدم التليفون فيه؟ أختي هنا بالتفاصيل الدقيقة التربوية أرجوكم روح للدكتور مصطفى أبو سعد. أتوسل إليكم، استثمروا بأنفسكم زي ما بتدفعوا لأي عزيمة، لأي دعوة، لأي أكل، لأي شرب تأكلوه. الآن أنتوا عم تسمعوني وأنا معكم، لو بدنا ناخذ اولادنا على مطعم وناكل بس سندويشات بسيطه ومع شويه عصير بنحط لنا عشرات الدنانير اذا كانت عائلتنا كبيره. في كورسات للدكتور مصطفى ابو سعد عن موضوع التربيه والطفل والتوجيه واشياء رائعه جدا، كورسات جاهزه. الكورس بتلاقيه فرضا ب $20 $30، اشتري الكورس، نزله، اقراه، استوعب فيه، اتعامل فيه، قوم الدروس اللي فيه، دربوا انفسكم على التربيه. انا مش مختص تربوي، انا عم بحكي من ناحيه عقديه شرعيه، لكن الاختصاص التربوي بدك تدخل بالضبط المراحل النمائيه وكيف يقسموهم لخمس سنين لسبعه لثمانيه، مراحل اليافعين الدرجه الاولى الدرجه الثانيه، هاي هنا دقه تربويه. وخير من يتحدث في هذا الموضوع دكتور مصطفى ابو سعد. ياسمين بتقول أسلوب التربية الحديثة دكتور بيعطيهم دلال زائد. للأسف نعم، للأسف نعم. روحوا للدكتور مصطفى أبو سعد، اشتروا بعض دوراته وتعلموا منها واستثمروا في أنفسكم، إلكم والله رح تستمتعوا وتغيروا أساليبكم في التعامل، تغيروا منطقكم، فلسفتكم في النظرة للكائن اللي أمامكم اللي هو ابنكم، كلها بتتغير إيجابيا بإذن الله. يا الله ما عم بلحق. السن المناسب لتحميل الأطفال المسؤولية. أختي أنا طبعا أنا مش مختص بالتربية، مصطفى أبو سعد بجاوبكم أحسن مني. أنا قناعتي من اللحظة زيرو اللي بيقدر يتحمل مسؤولية بالحد الأدنى يدرب عليها. يعني على سبيل المثال عمره الآن سنتين، بقدر أدربه على تحميل المسؤولية تربويا من إني أحط له الأكل أمامه، أحط له لبس مليح اللي نفسه يتحمل مسؤولية إنه يمسك المعلقة في إيده وأطعمه. لا تضلك الطعمي ابنك مثلا، تخليه من عنده ما دام قدر يمسك المعلقة، حتى لو يستمتع بفكرة يأكل، حتى لو وسخ حاله، حتى كذا ليتدرب على إنه مسؤوليته إنه يأكل بيده ويشبع مش حدا ثاني طعمي. من إمتى بقدر؟ أنا طبعا بعرف سنتين سنة وثمان أشهر فرضا كمثال، هذا السن يناسبه على سبيل المثال. باللحظة هلا مثلا على سبيل المثال، أمهات قديش بيعانوا بسبب الدلال؟ بتعرفوا إحنا لما نقول نضف من الحفاضات، هلا إيش العمر الكذا؟ بيختلفوا العائلات، في عائلات بيحرصوا، بيختلفوا الأشخاص، في أطفال بيحرصوا جدا جدا يبلشوا يصيروا يدخلوا على الحمام ويغسلوا، تيجي أمهم تغسل لهم بسن مبكر، في أطفال بدهمش، مستمتع بالحفاضة مكيف على البامبرز بدوش. طب الام راعته ليش بصير يبكي؟ ما بدي مش على خاطره، بدك تعوديه يتحمل مسؤوليه، بدي يضله حاطط الحفاضه 54 و50، ما بصيرش. كمثال بسيط جدا، ما بصير، بدي الزمه انا بالترغيب وبالترهيب وباللطف وبالكذا انه الاخير لازم يدخل حمام خلاص يعتمد على نفسه، واعوده كيف يستخدم ايده كيف يغسل وكذا الى اخره. طبعا في تفاصيل عديده، ادخلوا على التربويين اسالوهم بالتكنيكاليتيز هاي الدقيقة جدا، بدك متخصص تربوي وخصائص نمائية. أنا عم بتحدث بالعموم، أما أتحدث فلسفة التربية وعم أتحدث في فلسفة العقيدة والشعور بالدقائق. أدخل علم متعة التربويين، الله يجزيكم الخير إن شاء الله. والله ما عم بلحق، شكرا أخ محمد حمزة، الله يجزيك الخير. طيب
سامحوني أنا إن شاء الله إني وصلت الفكرة، ساعدوني في نشر هذا الفيديو لكم إن شاء الله يا رب. أنا اللي بقدر أحكي، ساعدوني في النشر. لا تنسونا من دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.